يرتبط يوم الامتحان في ذاكرة الطلبة بالرهبة والضغط والتخوف من الفشل، ففي صبيحة يوم الامتحان نادراً ما نجد طالباً لوحده، فأغلب الطلبة يتجمعون في شكل مجموعات صغيرة لرفع معنويات بعضهم ولمراجعة آخر الإجابات المحتملة. بالنسبة لأجواء الامتحانات يعني تختلف من قاعة لقاعة ومن امتحان لامتحان حسب الطلاب الموجودين في القاعة. إذا كانوا الطلاب يعني كانوا موجودين وما يسألون وايد يعني الحمد لله، يعني الواحد ياخذ راحته في الامتحان. وعندنا تخصص صعب مثلك عند القانون وشي صعب انه يذاكر طالب بنفس اليوم امتحانين. لازم اول شيء التحضير، انا احضر لحالي اشوف شو عندي او ادرس لحالي، بعد ما اخلص دراستي بشوف يعني بنتجمع بنشوف مثلا انا عندي هالنقطه مثلا ما فهمت، زميلي ما فهم، بتعرف صعب انك تلاقي دكتور باي وقت. صح احنا متوفرين الصبح بس نحن عندنا شغل الصبح مثلا، فبنتجمع في مكان وندرس كلياتنا سوا. وتختلف أحاسيس الطلبة في الدقائق السابقة لاكتشاف أسئلة الامتحان بين متوجس من الأسئلة وبين من لديهم الاستعداد التام لبدء مرحلة الإجابة فور إعطائهم الإشارة لذلك. لا كل شيء أوكي ومضغوط يعني عادي، والنظام توزيع الطلاب أوكي. والله شعور الطالب هو بيختلف من طالب لطالب، لأنه حسب أول شيء دراستك إذا كنت دارس منيح ولا مش دارس منيح، لأنه أنت عارف هون ثلاث أرباع الطلاب بيشتغلوا. والله هي صراحة شديدة، بس في أحيانا يعني يكون في أستاذ مش إنه متساهلين، بس يعني تكون شوي أبسط الأمور. وفور انتهاء الوقت المحدد وجمع أوراق الاختبارات يعود الطلبة للالتقاء ثانية، لكن هذه المرة لمقارنة الإجابات. الحالة النفسية حسب ما عمل بالامتحان، إذا عمل منيح طلع مبسوط، إذا ما عمل منيح بضل خايف من العلامة وبده يطلع يحكي مع الدكتور يشوف شو الجواب هذا، إذا جوابه صح ولا غلط، يشوف شو عمل بالسؤال هذا، يشوف كم سؤال لازم يحل، يشوف إذا عمل الأسئلة كويسن منيح ولا لا. يعني بالنسبة لبعض الشباب إذا الامتحان يعني كان سهل يعني تحس به يشعر بنوع من الراحة. وتلعب لجان الامتحانات دورا هاما قبل وأثناء يوم الاختبار، باعتبار أن حسن تنظيم الاختبارات وأجوائها يساهم في فرص النجاح. هيئت الجامعة كل مستلزمات الخاصة بهذا الامتحان ووفرت بيئة سليمة لهذه الأجواء، ابتداء من تهيئة القاعات والتهيئة النفسية أساسا للطلبة، ومن ثم إعداد مراقبي لهذه القاعات.